حصاد الجنوب، أهلا بكم. زار علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس المناضل الأكتوبريل ومتقاعد عمر أحمد النوحي بمنزله بمدينة المكلا. الكثيري ثمن خلال الزيارة تضحيات اللواء النوحي ومسيرته النضالية بالمشرفة، مشيرا إلى قيادته المصفحات في جيش البادية الحضرمي ودوره الحاسم في الدفاع عن الثورة وتحقيق الاستقلال في 30 نوفمبر عام 1967. شددت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها اليوم على ضرورة معالجة الأوضاع الكارثية لقطاع الكهرباء في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب. أمانة الانتقالي استعرضت في سياق اجتماعها جهود مجابهة أضرار السيول في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس الزبيدي بالتحرك السريع وتنسيق الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي. واصلت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت تنفيذ أعمال إزالة شاملة لمخلفات الأمطار والسيول الجارفة المحملة بالأتربة والوحل جراء غمر أجزاء كبيرة من الشوارع وعرقلت حركة السير جراء أخدود المنخفض الجوي، وانتشرت فرق الطوارئ وعمال الصيانة والأليات والمعدات التابعة للمكاتب الحكومية في حالة استنفار قصوى، وعملت على تسخير جميع الإمكانيات لإطلاق عمليات تنظيف شاملة لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار والسيول وتنقية الشوارع. انفجر مقذوف من مخلفات عدوان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الخميس في منطقة الزبيريات شمال غرب مديرية قاع طوبان بمحافظة الضالع وأصاب 3 أطفال من أسرة واحدة. وكشف الدكتور سمي حزام مدير مستشفى زايد الميداني بمنطقة سناح أن الضحايا هم أسماء فيصل محمد مسعد عامان وعثمان فيصل محمد مسعد 16 عاماً وجميلة فيصل محمد مسعد 17 عاماً، مؤكداً إصابتهم بشظايا. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.